في ظل تقصير الحكومة البرازيلية، يبذل سكان الأحياء الفقيرة الجهود بمبادرات فردية وجماعية في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا. هنا في بارايسوبوليس، ثاني أكبر مدينة صفيح في ساو باولو، يعمل متطوعون على توزيع الطعام وتطهير الشوارع وتصنيع الأقنعة والتوعية إزاء خطورة المرض. ترى أشخاصاً في الشارع يعتبرون أن هذا الأمر لن يطالهم وأنه يصيب الأغنياء والذين يسافرون خارج البلاد، لكن في الواقع المرض وصل إلى هنا ولدينا حالات إيجابية وأشخاص يموتون، ونخشى من أن معاناة الناس ستزيد مع غياب السلطات. في محاولة للتخفيف من عواقب الوباء، أطلقت جمعية محلية وهي اتحاد الجيران في بارايسوبوليس حملة لجمع تبرعات الأفراد والشركات. في حالات عدة هنا لا تصلنا خدمات الإسعاف والإطفاء، لذا استأجرت لجنة السكان شركة خاصة أعمل معها لمساعدة الناس في التصدي لوباء كوفيد-19. ويخشى الأطباء والمتخصصون من أن يتسبب تفشي المرض في أكثر الأحياء هشاشة في زعزعة النظام الصحي العام.